في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة ومصرع عنصرين بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 186 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 751 قطعة سلاح ناري أبرزها 92 بندقية، 76 بندقية آلية، 44 مسدس، 539 فرد محلي، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1192 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469,968 حكماً قضائياً بإجمالي 33,896 محكوماً عليهم، من بينهم 1,742 حكم جناية و167,902 حكم حبس و235,703 حكم غرامة و64,621 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً قاموا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً، كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,328 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,468 متهماً وبحوزتهم قرابة 345 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 13 طن و668 كيلو من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 16,390 قرص مؤثر و39,101 قرص ترامادول مخدر وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.